أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، أهلا موسى الجميل من نمسك، أهل الإرادة وأهل العزيمة وأهل التحدي. صديقتنا الجميلة بسبب إصابتها بالكانسر فقدت أحد ثقايا، ورغم بتر أحد ثقاياها بالكامل تملك الإرادة والعزيمة بتخرج للحياة بإرادة قوية. قوة إرادتها وعزيمتها رفضت الاستسلام لليأس وتواجه الإعاقة بكل شجاعة. الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليس الجسد، وأصدقائنا من سوء الإرادة قادرين على الحياة، قادرين على العطاء، قادرين على تخطي أي أزمة ومواجهة أي مشكلة بإصرار وعزيمة. صديقتنا الجميلة نموذج جميل لكل متحدي الإعاقة، مهما واجهوا أصدقائنا من سوء الإرادة من إعاقات وصعوبات وقوة إرادتهم فهم دايما قد التحدي.